وحش النبات لا يتحمل هجوما ناريا. نعم، لا شيء يتحمل هجوما ناريا. أجل رائع. ليزلي، ولكن ما بك؟ اشتريت صمادا من المتجر الرائع وعدت للبيت بعد المتجر الرائع واستخدمت السماد من المتجر الرائع. اوكي اوكي، فهمنا المتجر الرائع. شيري المتجر الرائع، اجعل هذا طبعا. لا يوجد زر لتخفض يا مشاهير العرض. افعل شيئا. لحظة، المتجر الرائع. كان يمكننا المشي بعيدا، لكن الآن علينا الركض. ماذا نفعل عند سيد روبنسون؟ نستعير. أظنك تعني سرقة. لا، أي شيء مخفي يجب أن يكون لي. لا، متأكدة ساعد بريدي أخفاها كي لا تسرقها. لا، هكذا يحصل بالألعاب، ما تجده تأخذه. أنا لا أعلم، لم أسمع بودابلين حين أخذت مشغل الفيديو. الآن أنا أشعر أنك تسرق رجلا عجوزا. متأكد مستر روبنسون لا يمانع. مرحبا في بيتي، أرجوك خذ ما تحتاجه لمهمتك. سأنام في سريره. لكن ما هذا الزي؟ ممكن أن تشرح لي ما هناك زر على الزي؟ نعم، هذا لأنك رفضت الزي البديل. نعم، ظننت أنه غير مناسب. لكن الأحذية كانت ستضعف رؤيتك. كيف؟ كنت أطول بها، صح؟ أو هذا منطقي. لن أقاتل صديقتي. عليك ذلك. أوكي، سأحاول تهدئتها. خذي هدية. شكرا لإنقاذي. الهاتف الذي اشتريته من المتجر الرائع سيطر علي. خذه، سيساعدك في المعركة. حصلت على هاتف، يمكنك استدعاء الأصدقاء. شكراً باني، آسف جداً لأني ضربتك بمشغل الفيديو. لا مشكلة، أنا لم أتأذى. لحظة، أظن أن هذا لديه دليل. حقاً؟ أتعجب كيف حذر. مرحباً، فقدت حماماتي، تساعدني لأجدها؟ لا، مهمة جانبية تتغذى على نقطة ضعف اللاعبين. الشيبس والمشروبات الغازية؟ لا. الشمس؟ لا، إنها الرغبة بإكمال الألعاب 100%. ربحت جائزة الفشل. لقد نجحت. أوكي، علينا إيجاد المتجر الرائع قبل أن ينمو لنا شعر. لكن أين هو؟ أكيد سنجد دليلاً. ماذا عن هذا؟ نعم، هذا هو. لا يمكننا الذهاب، لا نملك نقاط كافية. إذن سنفعل ما يحصل بكل الألعاب، الصح. ما هذا؟ قتال الأعداء حتى نمل. نحتاج نقاط أكثر، لكن لم يتبقى أعداء. رائع، لقد أصبحنا أقوياء لنهزم المتجر الرائع. هيا بنا. لحظة، لنستمع لموسيقى القتال مرة أخيرة.